السيد ألكسندر ديغو، أصحاب المعاليس، سيدات السادة الوزراء، حضرات السيدات السادة، يطيب لي أن أترأس إلى جانب معاليكم أشغال اللجنة العليا المختلطة للشراكة بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، ويسعدني أن أرحب بالوفد المرافق لكم في الدورة الثالثة التي تلتئم اليوم بهدف النهوض بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات البلدين برعاية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وجلالة الملك فيليب. ويعد لقاؤنا اليوم فرصة لتقييم حصيلة التعاون في مجالاته المتعددة وللبحث عن سبل مبتكرة لتعزيز هذه الشراكة والعمل على إعطائها نفساً متجدداً يرقى إلى أواصر الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع المملكتين، ويمكن من الاستفادة من الفرص والإمكانيات الهامة التي يتمتع بها البلدين. معالي الوزير الأول، تنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي ودولي معقد مما بات يهدد السلم والاستقرار الدوليين، ويستوجب أكثر من أي وقت مضى تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي قصد التصدي للمخاطر التي تحدق بأمن المنطقة أو المتوسطية خاصة والقارة والأو إفريقية عامة. ولذلك يعتبر لقاؤنا اليوم فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا منذ الدورة السابقة، ويشكل في نفس الوقت مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة من خلال إجراءات ملموسة وبناءة تهدف إلى المساهمة في مجابهة تجليات الوضع الراهن. ونحن نستعرض حصيلة العلاقات بين بلدينا، لا بد أن نعبر عن ارتياحنا للتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة بإرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في مجالات مختلفة. كما أود أن أنوه بمستوى الحوار السياسي الذي يطبع المرحلة وبالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي من خلال الوتيرة المتصاعدة لتبادل الزيارات والخبرات وكذلك الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المبرمجة. وبعد الإعلان المشترك المعتمد بالرباط في أكتوبر 2022، محطة مهمة لا من حيث المبادئ المشتركة ولا الأهداف المسطرة والتطلعات المتوخاة منها. لقد أبانت العلاقات بين المغرب وبلجيكا عن متانتها وقدرتها على امتصاص التقلبات الجيوسياسية الظرفية، حيث إن التحديات المستقبلية تفرض على الجانبين تكثيف الجهود لتطوير الآليات الدبلوماسية البيئية وتقويتها، وكذا تعزيز التنسيق لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل عملنا المشترك المبني على الصداقة المتينة والثقة المتبادلة والشفافية والأهداف المشتركة خدمة للأمن والسلم والنمو في منطقتنا الأفريقية. وفي هذا الصدد يتمن المغرب موقف بلجيكا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي المطروحة على أنظار الأمم المتحدة منذ 2007، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع المفتعل. وبذلك يشيد المغرب باصطفاف بلجيكا إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية التي عبرت عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي ومساندتها لمجهودة المغرب من أجل حل هذا النزاع. إن المملكة المغربية الوفية لمبادئ وقيم التعاون البناء تنخرط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة في إطار المنفعة المتبادلة واحترام سيادة الدول ووحدتها. ومن المؤكد أن نجاح هذه الدورة
يعد لبنة إضافية في بناء صرح علاقات تعاون متقدمة واستراتيجية بين المملكتين. وفي إطار جهود المملكة المغربية في تقوية السلم والاستقرار والتنمية في منطقتنا الإفريقية، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المبادرة الدولية الأطلسية التي تهدف بالأساس إلى تقوية الاندماج الإقليمي وكذا تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة الإفريقية الأطلسية من خلال ما تواجهه من تحديات وما توفره كذلك من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، لا سيما مع تفعيل خط أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب الذي سيمد أوروبا بالغاز مروراً ب 13 دولة أفريقية. كما ستمكن المبادرة الملكية من مواكبة دول الساحل في إيجاد حلول للأزمات والتحديات التي تواجهها عبر تسريع اندماجها الاقتصادي والاستفادة من البنى التحتية والمشاريع المهيكلة التي توفرها هذه المبادرة عبر الولوج إلى المحيط الأطلسي. معالي الوزير الأول، ينعم المغرب بتصور واضح يقوم تحقيق إقلاعه الاقتصادي بفضل الإصلاحات المتعددة التي باشرتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تصور يأخذ بعين الاعتبار مقومات المملكة بموقعها استراتيجي وبما تتيحه من فرص ذات قيمة مضافة عالية في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران، وفي ظل تتوفر بنية تحتية ولوجستية بمعايير دولية. وبرغم من التطور الإيجابي الملحوظ في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلا أن المرحلة الراهنة بخاصيتها تتطلب انخراطا قويا للشركاء الاقتصاديين البلجيكيين في مسلسل البناء الذي يعرفه المغرب واستثمار الفرص المتاحة، خصوصا ما يوفره ميثاق الاستثمار المغربي الجديد من مزايا سواء في إطار تعاون ثنائي أو ثلاثي باستهداف الأسواق الإفريقية انطلاقا من المملكة المغربية. وتزامنا مع هذه الدورة، أود أن أشيد بانعقاد منتدى الأعمال يوم غد الذي سيعرف مشاركة هامة للفاعلين الاقتصاديين، ويعتبر مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة بين البلدين في قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشاريع البنية التحتية وإدارة المياه. ويشكل أيضا فرصة بالنسبة للمغرب لتسليط الضوء على إمكانياته الاقتصادية المتعددة وتشجيع المقاولات البلجيكية على الاستثمار في المملكة وإرساء تعاون طويل الأمد بين الحكومتين. إن توطيد التعاون المغربي البلجيكي من شأنه أن يعزز الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي باعتبار بلجيكا بلدا محوريا، وكذلك من خلال توليها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد. ومن هذا المنطلق يراهن المغرب على دور بلجيكا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والدفاع عن استقرار واستمرارية هذه العلاقة أمام مناورات خصوم الشراكة. وبهذه المناسبة أوجه الشكر للحكومة البلجيكية على تفاعلها الإيجابي والتزامها بالدفاع عن الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي. معالي الوزير الأول، تعتمد العلاقة المتميزة بين المغرب وبلجيكا على أهمية البعد الإنساني ورأس المال البشري ومساهمة كليهما في إطراء التعاون الثنائي، وذلك عبر الدور الحيوي للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والجالية البلجيكية المقيمة في المغرب باعتبارهما محركا أساسيا لتعزيز التقارب بين المملكتين. وقد جسد الاحتفال في فبراير 2024 بالذكرى 60 لتوقيع الاتفاقية الثنائية للتشغيل عمق التعاون بين البلدين، وكرس بذلك استثنائية العلاقة الثنائية وتميزها بتضامن غير مشروط، تجلى كذلك في مساندة بلجيكا للمغرب جراء زلزال الحوز ودعمها لمرحلة إعادة إعمار المناطق المتضررة. ويعتبر التعاون في تجلياته المرتبطة بالتنمية والتشغيل والقضايا الاجتماعية، فضلا عن التعاون القضائي
من القطاعات التي يولي لها المغرب أهمية خاصة كما هو الشأن بالنسبة للهجرة في جوانبه المتعددة. وإذ أؤكد على تشبث المملكة المغربية بالشراكة القائمة مع مملكة بلجيكا على الإرادة القوية التي تحدو الحكومة المغربية في تعزيز التعاون في أبعاده المتعددة، فلا يسعني ونحن نختتم هذا اللقاء إلا أن أتوجه بخالص الشكر إلى كافة المسؤولين والخبراء بالبلدين لما بذلوه من جهود في أجواء من التوافق والمسؤولية قصد إنجاح هذه الدور والمساهمة في توفير المقومات المثلى لبناء شراكة استراتيجية كما يصبو إليها بلدانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.